الناس اللي تتقلب تشري في الموقع، وما اكثر الناس اللي كيتصلوا بينا وكيتواصلوا معنا وتيقول لك بغيت شقه اللي تكون قريبه لكل شيء، المواصلات وتكون قريبه للوليدات المدارس والجامع يكون حدايا والسوق يكون حدايا. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، راكم في العرض اللي كتقلبوا عليه اللي هو هذا. بشحال هذا الشيء؟ بثمن ديال 350 الف درهم، 35 مليون، ولربما يكون هناك شيء ما من النقاش ومن التفاوض. وماشي غير هذا الشيء، الشقه اللي جايب لكم اليوم جايه في ار بلس 2، بما معناه عدد ديال السكان قليل. كاين اللي ما تجي في الطبق الارضي، الطبق الاول فيه غير هاد البريطمه وحده اخرى هذه اللي بقات، الطبق الثاني تبع فيه تواجد ديال الشقق. الثمن ديال 350 الف درهم كان تواجد اليوم بالضبط. الناس اللي كتعرف مدينه مكناس كنقول لكم كان تواجد في حي رياض الزيتون. الناس اللي ما كتعرفش مدينه مكناس كنقول لكم حي رياض الزيتون راه ولا من الاحياء الاكثر طلب بالمدينه. علاش؟ لان فيه اللي بغيتي، طاكسي، طوبيس، سويقه، كل شيء كاين، والمتاجر على مختلف انواعها كاينين. بالنسبه للعقل اللي عندي كما كتشوفوا فيه مطبخ اللي هو عصري، فيه بلاكارات ديالو من الجهه الفوقانيه من الجهه التحتانيه. وكنقول لكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم كتشاهدوني ما تنساونيش بالضغط على زر الاعجاب والبارطاج ديال هذا الفيديو. كنقدم لكم اجمل تحيه والشكر والسلام. الطبخ ديالي هو هذا، كنت واجد كما قلت بمدينه مكناس بالضبط بحي رياض الزيتون. عندي الدوش ديالي والطواليت هما هادو. بالنسبة كاين عندنا واحد الديبارة هي الفوق، وكنت واجد في الطبق الأول. العقار ديال اليوم راه كاين في الطبق الأول، فيها جوج ديال الغرف هاد الشقة هادي. عندي الغرفة رقم واحد هي هادي. أما المدخل ديال العقار فهو هادا، عندنا دخلة من هنا، بلاكارات فيها هاد الغرفة، والثمن راه قابل للتفاوض يعني غير من أجل الإضافة. فالثمن ديال هاد العقار كما أكد لي صاحب العقار فقابل للنقاش. قلت لكم أجمل أجمل شيء في العقار اللي كنقول بالتصور ديالو هو الموقع. وفي هاد الحي هاد رياض الزيتون العروض العقارية ما بقاتش بزاف، لا سيما لأن علاش؟ الأراضي كلهم تقريبا تبناو، ولكن الموقع ديالو زوين. كنأكد لكم ونعاود نأكد بأن موقع رياض الزيتون داكشي اللي تتبغي، ماشي غادي تحتاج مثلا غير بغيتي تدي ولادك غير للمدرسة، ما غاديش تحتاج حتى وسائل مثلا ترونسبور، ولا مثلا بغيتي طاكسي ما غاديش تعذب باش تلقاها ولا الصرف. كنقول لكم أعزائي المشاهدين كان فيديو اللي هو خفيف ما كانش طويل، في عقار اللي فيه صالون سيجور مطبخ اللي هو عصري وجاي في ار بلس 2. كنقول لكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في عروض مقبلة وعروض شيقة مع طارق.